أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لتسليط الضوء على نتائج جلسات مجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف في الدورة 36. انتقد وزير حقوق الإنسان محمد عسكر تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي قال إنه منحاز ومليء بالمغالطات، وأنه ركز على فترة معينة من الأول من يونيو 2016 وحتى 30 من يونيو 2017 بخلاف ما نصت عليه قرارات مجلس حقوق الإنسان السابقة التي طالبت بالتقرير منذ 21 من سبتمبر 2014 تاريخ انقلاب الميليشيا على الشرعية في اليمن. هذا وتشهد الجلسة الختامية وشهدت حالة من الشد والجذب، حيث كل طرف يسعى إلى توجيه مخرجاتها لصالحه، خصوصا فيما يتعلق بالمطالبات بتشكيل لجنة دولية للتحقيق. نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما هي المخرجات التي خرج بها مجلس حقوق الإنسان في جلسته الأخيرة، وهل ستطغى الأجندة السياسية في توجيه القرارات أم أن المصوتين سيغلبون التوجه الحقوقي؟ نبدأ النقاش بعد التقرير. معركة صاخبة تخوضها النخب الحقوقية في مجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف بدورته 36 التي شارفت على الختام. وقبل النهاية تبدو المعركة محتدمة وكل طرف يسعى إلى توجيه النتائج لصالحه. وهنا وفي هذه المرحلة تدخل الأبعاد اللا إنسانية في اللعب على أوجاع الناس ومآسيهم، وذلك ما تقتضيه السياسة للبحث الجاد عن مرتكبي الجرائم. وإلا فالجنائز المليئة باليمن المنكوب بالحرب وبقع الدم الملطخة في كل بقعة منه كافية ليتيقن العالم أن هذا اليمن مضخم بالوجع. لكن هذه المعايير البسيطة لا تستقيم ومناهج العالم الجديدة في التفكير والبحث الذي لا يكتفي بالضحية دليلا للإشارة نحو القاتل، بل يشترط معايير كثيرة قد لا تكون مهنية خالصة وقد تكون. والواضح الآن أن لب الصخب في المجلس حول هذه الجزئية بالذات. إننا نكرر مطالبتنا للمفوض السامي بنقل مكتبهم القطري في اليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن، حتى تتمكن الحكومة من التعامل مع المكتب والاستفادة من المساعدات التي يقدمها. بدأ الخلاف من تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي رأى فيه وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر انحيازا كبيرا ومليئا بالمغالطات بتركيزه على فترة معينة، أي أنه اكتفى بالحديث عن الانتهاكات خلال الفترة من 1 يونيو 2016 وحتى 30 من يونيو 2017 بخلاف ما نصت عليه قرارات مجلس حقوق الإنسان السابقة التي طالبت بتقرير منذ 21 سبتمبر 2014 تاريخ انقلاب الميليشيا على الشرعية في اليمن. الخلاف تواصل مع التقرير الذي أغفل ما قدمته اللجنة الوطنية من تقارير وتوثيق للانتهاكات، وهنا تكتسب طبيعة الخلاف بعدا آخر، خصوصا مع تزايد المطالبات بتشكيل لجنة تحقيق دولية، وهي مطالبات تعتبرها الحكومة غير مبررة وتنطوي على أبعاد سياسية من شأنها حرف مسار التحقيق عن طابعه الإنساني وتوجيهه ضد أطراف معينة، خصوصا وأن المتبنين لتلك المطالبات لهم مواقف مسبقة من أطراف في التحالف العربي، عوضا عن أن اللجنة الوطنية أكثر كفاءة في إنجاز المهمة. وأيا كانت النتيجة التي سيخرج بها التصويت في نهاية الجلسة المنعقدة، فالواضح أن المعركة ما زالت مفتوحة. في بداية النقاش ينضم إلينا من لندن الناشط الحقوقي البراء شيبان. أهلا بك أستاذ البراء. أهلا وسهلا فيكم. أستاذ براء، قراءتك بداية لنتائج الجلسة الختامية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. طبعا قبل قليل أعلنت هولندا أنها سحبت مشروع القرار الذي كانت تبنته في بداية جلسات مجلس حقوق الإنسان، بمقابل أنهم رفعوا سقف مشروع القرار العربي واتخذ المجلس قراره بالإجماع بدعم المشروع المجموعة العربية. مشروع المجموعة العربية يختلف أيضا كثيرا عن
الصيغة الذي تقدمت به في بداية الجلسات، ونستطيع أن نقول أن المقترح هو أن تكون هناك، أن تستمر عمل اللجنة الوطنية، ولكن يضاف إليها خبراء دوليين يستطيعوا أن يقدموا إفادة إلى المفوضية السامية وإلى مجلس حقوق الإنسان، بحيث أنها تدعم عمل اللجنة الوطنية، بحيث أنها تعمل بمعايير دولية. فنستطيع أن نقول أنه شبه مشروع هجين ما بين اللجنة الوطنية واللجنة الدولية. طيب، أيضا من القاهرة ينضم إلينا وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ ليضعنا أمام تفاصيل أكثر حول مخرجات هذه الجلسة. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بكم. طبعا بداية نحن سعداء جدا بنتائج هذه الدورة، ونعتقد أننا كحكومة يمنية حققنا انتصار جديد لتثبيت حقنا في استخدام الآليات الوطنية وعدم الرضوخ لأنسجة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي حاولت منذ سنتين وهي تحاول من أجل إجهاض مشروع اللجنة الوطنية وتثبيت مشروع لجنة دولية. كان لدينا حالة من الاطمئنان مبكرة، وذلك من خلال ذهابنا، كنت بمعية وزير حقوق الإنسان في منتصف شهر سبتمبر في هولندا، والتقينا بوزير خارجية هولندا، ووجدنا أن حتى وزارة الخارجية الهولندية تقول أننا للأسف كنا قد وعدنا المفوضية السامية أن نتقدم بهذا القرار، ولكن كل ما نرجوه هو أن نصل إلى حل وسط ما بين القرار الذي قد قدمناه وما بين القرار العربي. طبعا القرار العربي نحن من بدأنا بصياغة هذا القرار في وزارة حقوق الإنسان، وتقدمنا به إلى المجموعة العربية في جنيف، وتم إضافة بعض التعديلات في اجتماعات المجموعة العربية. كل القرار العربي كان تأكيد على عدة مبادئ. المبدأ الأول أهمية تدعيم اللجنة الوطنية، وأيضا نحن اعتمدنا على أنه في العام الماضي في سبتمبر الماضي كان هناك قرار حسب البند العاشر بتقديم الدعم الكامل للجنة الوطنية، وهو ما لم يتم إلا في شهر يونيو من سنة 2017، أي بمعنى بعد مرور 9 أشهر من صدور هذا القرار، بمعنى أن اللجنة الوطنية لم تتلقى أي دعم خلال 9 أشهر، ودعمت فقط بتدريبات وبعض الأعمال والتدعيمات اللوجستية، وذلك خلال 3 أشهر الأخيرة فقط. لكن نحن أكدنا أننا ما زلنا متمسكون بحقنا في القرار السابق وحقنا في تدعيم هذا الموقف، وأكدنا على أن عرف القانون الدولي يقوم على مبدأين أساسيين. المبدأ الأول أن الآليات الدولية لا تستخدم إلا عندما تستنفذ استخدام الآليات الوطنية وتفشل، والحالة الثانية في حالة وجود دولة مارقة أو حكومات غير معترف بها، واليمن لا ينطبق عليها هذين البندين أو هذين الحالتين، فالحكومة حكومة شرعية معترف بها من كل دول العالم، واللجنة الوطنية هي جزء من الآلية الوطنية التي من حقنا أن نستخدمها وأن تقدم جهدها أولا وتقيم هذا الجهد. بل إن اللجنة الوطنية وخلال 3 تقارير قدمت في مجلس حقوق الإنسان كلها كانت دائما يشاد بها، وخصوصا التقرير الأخير الذي أشيد بمستوى موضوعيته ومنهجيته والأدوات المستخدمة فيه. طيب، أعود لي الناشط الحقوقي البراء شيبان. أستاذ البراء، وكيل وزارة حقوق الإنسان عد ما حدث في جنيف بالانتصار للحكومة الشرعية. سؤالي هنا لك عن المدنيين والضحايا، إلى أي حد مخرجات هذه الجلسة تنصفهم وهي انتصار ربما للمدنيين والضحايا؟ طبعا أنا أعتقد أننا لازلنا يعني خطوات بعيدة من مسألة الانتصار الحقيقي فعلا للمدنيين والضحايا. ما زالت كل الإجراءات سواء الوطنية أو الدولية لا زالت بعيدة عن مسألة المحاسبة والمكاشفة أو حتى أي عملية تؤدي إلى إنصاف إلى أي نوع من أنواع إنصاف الضحايا. أعتقد أن المفارقة فقط أن حتى الدول التي كانت تتبنى مشروع قرار اللجنة الدولية كانوا يقولوا بشكل واضح أن هناك تقدم في مشروع أو في قرار تقارير اللجنة الوطنية. والنقطة الثانية مثل ما ذكر الوكيل أنه
لا يزالوا يعتبرون الحكومة اليمنية أولا حكومة شرعية ولا زالت تلتزم بالقرارات الدولية وليست حكومة يعني نستطيع أن نعتبرها حكومة مارقة لا تلتزم بالقانون الدولي. هذه النقطتين هي كانت يعني فاصلة في موضوع تحديد الموقف النهائي من سواء دعم اللجنة الوطنية أو تبني مشروع جديد لإيجاد آلية دولية. طيب أستاذ البراء، موضوع إرسال الخبراء، سأعود لك لأسألك عن هذه النقطة، أنه إرسال الخبراء هل سيعتبر أنه ربما مقدمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية فيما بعد، ومن سيتبع هؤلاء الخبراء في عملهم؟ لكن أعود لوكيل وزارة حقوق الإنسان أستاذ نبيل عبد الحفيظ. أستاذ نبيل عبد الحفيظ، إذن ربما الحديث قد يكون أنه انتصار بعيد عن ذلك، خصوصا فيما يتعلق بإنصاف المدنيين والضحايا، ربما تصفوه في الحكومة بأنه انتصار ضمن حالة الصراع السياسي الموجود الآن والتوظيف السياسي للملف الإنساني. لا لا لا، لا أقصد بالانتصار أنه انتصار في الإطار الجانب السياسي، هو انتصار. لا، أنا لا أتحدث عن ما تقصده أنت، أنا أتحدث عن قراءة البعض ومنهم الأستاذ البراء الشيبان أنه ما حدث اليوم في جنيف. لا، نحن نقول يا أخي العزيز هو انتصار لإنصاف الآليات الوطنية. اللجنة الوطنية هي لجنة مستقلة من شخصيات معروفة بنزاهتها وأنها شخصيات تعمل إما في العمل القضائي أو في مجال المحاماة، وبالتالي هي بعيدة عن الجانب الحكومي. هذا أولا. ثانيا، نحن لم يكن لدينا مانع حتى في العام الماضي أن يكون هناك خبراء ومستشارين دوليين ضمن اللجنة يفيدون هذه اللجنة ويدعمون آلياتها وعملها، بل على العكس كنا دائما نؤكد أننا على استعداد لوصول حتى المنظمات الدولية مثل منظمة العفو والهيومن رايت واتش، دعوناهم بشكل رسمي أن يأتوا إلى عدن وأننا سنيسر تواجدهم وتحركهم على الأرض اليمنية. طيب نحن نقول ما هي رؤيتكم أنتم الآن لطبيعة المهام التي يفترض أن توكل لهؤلاء الخبراء؟ ما توقعاتكم وما الذي تنتظرون من هؤلاء الخبراء فيما يدعم عمل اللجنة الوطنية؟ هو طبعا في الأساس عمل داعم استشاريا، تأكيد يعني إثراء اللجنة بالخبراء من الناحية الاستشارية، من ناحية صياغة التقارير، من ناحية هذا الجانب. أيضا تأكيد على أن اللجنة الوطنية لا تقدم تقاريرها إلا عبر تقارير ترصد من الميدان وآليات موثقة بحسب ما جاء في ما يسمى بالآليات الدولية لأعمال الرصد والتوثيق. إذا كان القبول بأي عناصر خارجية ليس إلا بتأكيد لما وهو. طيب سأعود لك أستاذ نبيل، يبدو أن هناك إشكالية في التواصل معك، أنتقل لضيفي في لندن البراء الشيبان ناشط الحقوقي. أستاذ البراء، إذا ما عدنا إلى نقطة إرسال خبراء لمساعدة اللجنة الوطنية ودعمها، هل ربما هذه مقدمة هي لتشكيل لجنة تحقيق دولية؟ قد تكون، ولكن ليس بالضرورة أن هي مقدمة. هي تعتمد أولا على الوضع في الميدان، تطور الوضع الحقوقي وأداء اللجنة الوطنية. النقطة الأساسية التي لم يتطرق لها الأستاذ نبيل هو أن اللجنة الوطنية، بالرغم أن الكل صحيح أنه أشار أن هناك تقدم كبير في عملها، ولكن تبقى مسألة الاستقلالية هي مسألة مهمة. الرئيس هادي عمل تغيير في قوام اللجنة الوطنية وأفراد اللجنة الوطنية، مما يؤكد أن اللجنة لا زالت تخضع لتغيير بقرارات من رئيس الجمهورية، معناتها أنها ليست محصنة من القرارات السياسية. هذه نقطة مهمة، أنا لا أعرف كيف ستتعامل معها اللجنة الوطنية. وجود خبراء دوليين هو يحصنها إلى حد ما، ويعطي قيمة أكبر للتقارير، ولكن بالتأكيد هو كلما يتدهور الملف الحقوقي كلما ترتفع الأصوات للمطالبة بتشكيل. طيب توقعاتك لطبيعة مهام هؤلاء الخبراء؟
طبيعة مهامهم، وتقريبا يعني ليس بعيد عما ذكره الأستاذ نبيل، ولكن واضح أن ليس لهم فقط صفة استشارية، بالإمكان استدعائهم من قبل المفوضية وتقديم تقاريرهم مباشرة إلى المفوضية، ولكن المهمة الأساسية هي دعم اللجنة الوطنية ومحاولة التأكد أن عملها يقوم على أساس من يعني باحترام القانون الإنساني الدولي، المعايير التي تلتزم بها، وغيرها من المهام التي دائما يعني يجب أن توكل للخبراء الدوليين. طيب أعود للأستاذ نبيل عبد الحفيظ في القاهرة وكيل وزارة حقوق الإنسان، إذا كان لك من تعليق على النقطة التي أشار إليها الأستاذ البراء الشيبان فيما يتعلق باستقلالية اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، يقول أنها ليست محصنة حتى الآن، واستدل بذلك على القرارات الأخيرة للرئيس عبد ربه منصور هادي والتعديل ضمن قوام هذه الهيئة. للأسف فقدت جزء من تحدث به الزميل براء شيبان، ولكني ومن خلال معرفتي بما سيطرحه كحقوقي، لأنني أعتقد أن لغتنا الحقوقية واحدة، وبالتالي فنحن جميعا مع أن تكون آليات اللجنة الوطنية يعني قابلة للتطور، قابلة لأن تكون أكثر جدية وأكثر مصداقية وأكثر منهجية. نحن حريصون جدا على أن تكون هذه هي الصورة المطلوبة، نحن حريصين على تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني، نحن حريصون على أن تكون كافة الآليات المستخدمة من اللجنة الوطنية آليات سليمة يعني يقبل بها الجميع. لكن ما أريد أن أؤكده فقط عندما قلت أن الخبراء سيكونون يعني لهم ما يسمى صفة الخبير الاستشاري، فهذا هو الأصل فيما طرحناه نحن في لقاءنا بالجانب الهولندي، ولقاءنا مع المفوضية السامية، ولقاءنا مع سفراء الدول الكبرى مثل سفير الولايات المتحدة وغيرها، حيث أكدنا أننا لا نرفض بل نقبل جدا بوجود خبراء استشاريين. طيب ضمن هذه الحالة من الترحيب من قبلكم بوجود خبراء، وأيضا وجهتم الدعوات لمنظمات مهتمة بالشأن الإنساني للمشاركة اللجنة في مهامها، يطرح سؤال هنا، إذا لماذا ترفضون وجود لجنة تحقيق دولية؟ ما هي مخاوفكم؟ طبعا أخي العزيز ليست مخاوف، ولكنها لعدة أسباب. السبب الأول القبول بالآلية الدولية أو باللجنة الدولية هو إساءة للآليات الوطنية ولمصداقيتها، هذا أولا، وخصوصا في ظل وجود لجنة وطنية تعمل على الأرض، هذا أولا. ثانيا الجانب الآخر أن القرار الذي قدمه الهولنديين في هذه المرة كان من تفاصيل صلاحيات عمل اللجنة الدولية ذهبت إلى تفاصيل مغرقة في التدخلات مع كثير من الجهات، بل إلى درجة أنها وكأن جميع من على الأرض غير مصدقين، وبالتالي نزلوا هؤلاء القادمون من الفضاء ليكونوا هم مصداقية وهم الصورة الحقيقية. كان في مسودة القرار من التفاصيل ما يشيء لمدى مصداقية الحكومة اليمنية والآليات الوطنية سواء من قضاء أو نيابات أو غيره. النقطة الثالثة في الأمر أننا في هذا الجانب نحن أردنا أيضا أن نوجه رسالة قوية إلى الجميع بأننا نتمسك بحقنا في إطار القانون الدولي والعرف أو عرف القانون الدولي. أيضا نريد أن نثبت أن اللجنة الوطنية كيف تتحدثون عن تقاريرها على أن التقرير الأخير كان جيدا وكان بمستوى عال وكان كذا، وبالمقابل تقدمون هذا القرار. يعني هناك تناقض عجيب، هناك حالة غريبة جدا، وربما ما استفزنا أيضا ربما هناك إشكالية مع الاستقلالية التي تحدث عنها البراء شيبان في موضوع أنها ليست محصنة من أي تدخل حكومي، وهو استشهد موضوع التعيينات الأخيرة والتعديل ضمن قوام الهيئة. لا أنا أتمنى فقط أن ننظر أولا الدستور هو من يحدد أن رئيس الجمهورية يشكل مثل هذه اللجان، لكن كنت أنا أتحدث كحقوقي أقول هل هناك اعتراض
على الشخصيات المعينة في هذه اللجنة؟ هل هناك شخصيات مطعون في استقلاليتها أو في مدى نزاهتها؟ هنا فقط يجب أن نتحدث أنما عندما يكون الاختيار جاء وفق قناعة شاملة عند أغلبية الحقوقيين اليمنيين بمدى نزاهة هؤلاء ومدى استقلاليتهم، فهنا نحن يجب أن نكون داعمين لهم. لا طيب. سأعود لك لنتحدث عن انعكاسات مخرجات الجلسة الأخيرة على الوضع الإنساني في اليمن، لكن أذهب مرة أخرى لضيفي من لندن البراء شيبان. أستاذ البراء، الآن هل بما حصل اليوم في جنيف هل انتهت كل الأفكار والمشاريع المطروحة بخصوص تشكيل لجنة تحقيق دولية، أم ربما يعود الحديث مرة أخرى عن هذه اللجنة؟ هل أقفل هذا الملف نهائيا؟ لا لا، أنا أعتقد لازلنا في بداية المشوار، خصوصا المسألة بشكل واضح. أنا يعني مرة أخرى عندما نشير إلى استقلالية اللجنة، هذه لا يعني أنه أن الشخصيات غير مستقلة. نحن نتعامل كمؤسسة، والمؤسسات الوطنية في ظل عدم وجود برلمان مثلا بإمكان اللجنة أن تقدم تقريرها له وغيرها، تجعل تواجه الكثير من التحديات. يعني في الأخير هي تقدم تقريرها إلى رئيس الجمهورية، وهذا يؤثر على مدى استقلاليتها. ومرة أخرى يجب أن تتمتع اللجنة بالحصانة، يعني ما هي الحصانة التي تستطيع أن تقدمها اللجنة الحكومة اليمنية حتى تمنع أي تغيير ولا يحصل عليها أي ضغوط سياسية؟ هذه الأسئلة المحورية التي وجهت للجنة الوطنية، والتي أعتقد ستظل قائمة ما دامت الانتهاكات مستمرة داخل اليمن. طيب، ما دام هذه الأسئلة ما زالت قائمة، إذن ما الذي حصل؟ لماذا هولندا سحبت القرار؟ اولا السبب الرئيسي ان يجب ان نفهم ان الامم المتحده هي اليات او هي مؤسسات ضغط وليست مؤسسات تنفيذ. عندما نفهم هذه الجزئيه سنفهم ما هي الدور الذي ممكن ان تقوم به مؤسسات الامم المتحده. النقطه الثانيه ان مجلس حقوق الانسان يشترط من أجل أن تتعاون الدول في ملف حقوق الإنسان، فواضح أنه لو تعيد هذه النقطة أستاذ البراء، بس كان هناك إشكالية في الاتصال. طيب، النقطة الثانية أن مجلس حقوق الإنسان أنشئ من أجل أن تتعاون الدول في تطوير آليات حقوق الإنسان. الطريق التي كان ماضي فيها مشروع القرار الهولندي، مشروع اللجنة الدولية، كان واضح أن هناك سيصل إلى تصادم مع الحكومة اليمنية، ما سيعرقل عمل اللجنة الدولية، وفي الأخير لن يستفيد المواطن اليمني لا من لجنة دولية ولا من لجنة وطنية. فكان الأفضل بالنسبة للجميع أن تصل الأمور إلى حل توافقي يستطيع أن يتفق الجميع حوله. النقطة الثالثة والأخيرة أن اللجنة الوطنية برغم أنها كان هناك قرار سابق في سبتمبر 2016 لم تتلقى الدعم من المفوضية السامية، فهذا يجعل اللجنة الوطنية متمسكة بالقرار السابق كون أن الدعم وصل متأخر جدا. طيب، سؤال أخير وأختم معك أستاذ البراء، انعكاسات هذه المخرجات على الوضع الإنساني؟ والله الـ أنا لا أريد أن نحبط المواطن اليمني، ولكن مرة أخرى مؤسسات الأمم المتحدة حلولها دائما مؤقتة، ليست حل نهائي. من يريد أن يحلم أن الأمم المتحدة سوف تتدخل يوم من الأيام وتنزل علينا حل إنساني من السماء، هذا لن يحدث للأسف الشديد. المعني بالملف الإنساني بدرجة رئيسية هي الحكومة اليمنية، المعني أيضا كذلك هي الدول الداعمة للحكومة اليمنية. أعتقد أننا ما زلنا أمام تحديات كبيرة، ونتمنى أن تنتهي المعاناة الإنسانية قريبا رغم أن المؤشرات لا تشيد ذلك. أشكرك جزيلا البراء الشيبان الناشط الحقوقي، كنت معنا من لندن. أختم مع وكيل وزارة حقوق الإنسان أستاذ نبيل عبد الحفيظ من القاهرة. أستاذ نبيل، إذن الحكومة هي المعنية بالوضع الإنساني ومن خلفها التحالف العربي الداعم الآن، كيف يمكن الاستفادة من هذه المخرجات لتحسين الوضع الإنساني؟ أعتقد كما قال زميلنا العزيز وكما أشرتم، نحن فعلا الآن لتكون المطالبة أكبر
للحكومة اليمنية مثلا بوزارة حقوق الإنسان بأن يكون هناك اهتمام أكبر بالشأن الإنساني والتقارير الحقوقية والتحرك على الأرض من أجل إيقاف أي انتهاكات، وهو ما أعتقد أنه سيجعلنا في وزارة حقوق الإنسان نضع خطط كبيرة للقيام بهذا العمل، وخصوصا وكما تعلمون أننا بدأنا في عدن عملنا من جديد بجهود ربما تكون في بعض الأحيان بدأت من الصفر، ولذلك نحن نقول كل ما نستطيع أن نعد به أننا سنكون إن شاء الله عند مستوى هذا المطالب التي وجهت إلينا، وإن شاء الله نتمنى أن لا يأتي اللقاء القادم في سبتمبر 2018 إلا وتكون القضية اليمنية قد حلت وانتهى هذا الوضع العصيب الذي نعيشه بسبب الحرب وبسبب هذه الميليشيات الانقلابية الحمقاء التي أوصلتنا إلى هذا الحال، وإن شاء الله يعني نتمنى غد أفضل لليمن واليمنيين. أشكرك جزيلا الأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، كنت معنا من القاهرة، وأيضا الشكر موصول لضيفنا من لندن الناشط الحقوقي البراء شيبان. في ختام هذه الحلقة من زاوية الحدث، تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد.